السلام عليكم، فيديو جديد ان شاء الله. من بعد ما سالينا الدرس ديال الاتصال، بالنسبه للناس اللي ما شافوش دوك لي فيديو اللي درنا في درس الاتصال، فغتلقاو الروابط ديالهم في الديسكريبسيون، دخلوا تفرجوا ليهم باش تستافدوا اكثر. ودونك هنايا غنبداو بالدرس ديال الاشتقاق. وقبل ما نبداو بدوك القواعد وكيفيه حساب المشتقات والى غير ذلك، فقلت انه من الاحسن نفهموا بعدا شنو هو المفهوم ديال الاشتقاق ومنين جانا هذا المفهوم، حيت كاينين بزاف اللي واخا كيعرفوا يحسبوا المشتقات وكذا، ولكن ما عارفينش منين جانا مفهوم ديال الاشتقاق. والمفهوم ديال الاشتقاق فجاي تقريبا مهم من لا فيزيك ماشي المات. دونك غنبداو هنايا في التوضيح ديال مفهوم الاشتقاق. فمثلا عندنا واحد المنحدر داير بحال هكا، وهنايا عندنا واحد الكره حديديه مثلا، هنا عندنا النقطه ا وهنايا بي. مثلا هنا دابا في هذه النقطة أ غيكون عندنا لو طون تي زيرو، يعني غنطلقو هاد الكرة الحديدية باش تجينا هابطة في هاد المنحدر، وهنايا غنخدمو الكرونو باش غنحسبو شحال المدة باش غدوز لينا هاد الكرة من النقطة أ حتى النقطة بي. يعني غنطلقو الكرة فاش توصل لينا النقطة أ غنبداو نحسبو في الكرونو، فاش غتوصلنا النقطة بي غنوقفو الكرونو. فهاد النقطة بي مثلا عندنا تي ان، نفترضو مثلا لقينا بلي هاد الكرة دازت من ا حتى لبي في 10 ثواني. مع العلم ان هاد المسافة ا بي كتساوي لينا 20 متر. دونك دابا الا بغينا نشوفوا السرعه المتوسطه ديال هذه الكره هذه فاش مرات من ا حتى بي، شنو غنديروا؟ غتكون عندنا لا فيتيس كتساوي هي المسافه اللي هي 20 مقسومه على المده اللي هي 10 المده الزمنيه، كتساوي لينا 2، دونك 2 متر بار سكوند. ولكن واش هاد الكره هادي في اي نقطه من هاد ا بي كانت عندها ديك السرعه ديال 2 متر بار سكوند؟ لا. علاش؟ حيت هاد الفيتاس هادي فهي معدل السرعه ماشي السرعه اللي كانت عندها في اي بوان. الوغ دابا مثلا الى حنايا عندنا واحد النقطه هنايا ام، بغينا نعرفو شحال السرعه ديال ديك الكره، شحال كانت السرعه ديال الكره فاش وصلت لينا لهاد النقطه ام. مثلا هنايا في ام كان عندنا لو طون تي 2، دونك باش نحسبو هاد السرعه هادي فهاد ام فكناخدو واحد النقطة اللي تكون قريبة لهاد ام هادي، مثلا هاد النقطة هادي دي. الوغ دابا في هاد النقطة ام، دابا في هاد النقطة ام شنو غيكون عندنا؟ فهاد الكرة هادي غتكون قطعات هاد المسافة كاملة من ا تل ام. هنايا قلنا هاد لو طون هذا هو تي 2، غنرمزو لهاديك المسافه بالدي. دونك دابا قلنا في النقطه ام قطعت لنا المسافه دي تي 2، تش عارفين بلي المسافه فهي كتغير لينا
حسب الزمن، المسافة اللي كتقطعها هذيك الكرة. وفي النقطة دي مثلا دابا هذا هو تي دو، دونك هاد لانستون اللي غيكون هنايا في النقطة دي فغيكون مثلا هو تي دو زائد اش. حنا قلنا بلي هاد الدي راه قريبة بزاف الام، يعني هاد اش هذا راه صغير بزاف. دونك دابا في النقطة دي غتكون ديك الكرة قطعت المسافة دي ديال تي دو زائد اش. دابا حنايا شنو باغيين؟ باغيين السرعة في هذيك النقطة ام. دونك السرعة في النقطة ام فغتكون هي كما كنعرفوا فهي التغير ديال المسافه مقسوم على التغير ديال الزمن. تغير المسافه حنا دابا خدينا هاد الدي، هادي الدي قريبه بزاف الام، يعني راه ممكن اننا نقولوا باللي السرعه في هذاك لو بوان ام فكتساوي لنا السرعه اللي كانت عند الكره ما بين ام والدي، حيت الدي وام متقاربين بزاف. دونك في ام غتكون كتساوي لنا هي دي ديال تي دو زائد اش. ناقص دي دو تي دو المدة الزمنية شنو غتكون عندنا فيها؟ غتكون عندنا هي تي دو زائد اش ناقص تي دو، دونك غتبقى لنا هي اش. الوغ هادشي هذا شنو غيكون كيساوي لينا؟ حنا قلنا بلي هاديك اش صغيرة بزاف، يعني راه اش غتكون طون فير زيرو. دونك باش نحسبو هادشي هذا خصنا ندوزو لا ليميت. دونك غتكون كتساوي ديك السرعة في النقطة M فغتكون كتساوي لينا هي لا ليميت كون H طون فير زيرو ديال هاد دي ديال تي دو زائد H ناقص دي دو تي دو سور اش. دونك دابا احنا لقينا التعبير ديال هاد المسافة هادي ديال هاد السرعة هادي في النقطة ام. دابا لاحظوا معايا الى وضعنا هاد اش هذا كيساوي لينا، دابا احنا المتغير اللي عندنا هنا هو تي حيت عندنا المسافة المقطوعة من طرف الكرة تتغير بدلالة الزمن، دونك هذاك المتغير هو تي اللي هو الزمن ناقص تي دو. دونك دابا فاش غتكون عندنا هاد اش طون فير زيرو راه غيكون عندنا تي طون فير تي دو. تاش اللي كيتغير هنايا هو تي، اما تي دو فهي اللحظه فاش وصلت الكره للنقطه ام دونك معروفه. دابا من بعد هنايا هاد تي دو زائد اش شنو غتكون كتساوي لنا؟ غتكون كتساوي لينا هي تي. دونك هاد لا ليميت شنو غتولي؟ هنايا غتكون عندنا دونك نمسح هادشي هذا باش نعاود نكتبو.
تكون عندنا هاد لا ليميت كتساوي لا ليميت، كنحطها هنا بين قوسين، يعني هذا هو التغيير المتغير اللي درنا. دونك كتكون عندنا ليميت كون تي طون فير تي دو قلنا تي دو زائد اش. دونك هنايا لاحظوا معايا عندنا هنا اش، دونك هاد تي دو يرجعوها لهنا، دونك هتولي عندنا اش زائد تي دو كتساوي تي. دونك هنايا تكون عندنا دي دو تي ناقص دي دو تي دو سيغ هاد اش هادي قلنا كتساوي لنا تي ناقص تي دو، دونك هاد لي غتكون لنا هنايا تي ناقص تي دو. دونك دابا شنو هي هادي؟ فهي دي بريم هي المشتقة ديال المسافة المقطوعة من طرف الكرة في اللحظة تي دو. دونك شنو هو الاشتقاق؟ هو التغير اللحظي عند كل زمن. دونك هكا تكونوا سالينا تعريف ديال مفهوم الاشتقاق، وان شاء الله في الفيديو الجاي غندوزو القواعد ديال الاشتقاق وكيفية حساب المشتقات. الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.